هذا هو الوالي سيدي بوزيد. ولكن خربوه راه مخرب اصحاب الكنز ولا التخريب. المهم ها انتم الاخوان ها ها فين كان القبر، هما كاع خربوه حفروا عليه. اش عندك تير الزر هم تما مو في واحد الشتوه. ها هو حفروا كل الشباب هما خلاو حاجه. هذا هو مسجد سيدي بوزيد اللي يعود التاريخ ديالو المولى اسماعيل. بسم الله الاخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد اللي رحنا متواجدين في قصبة سيدي بوزيد واد بو عبد السيد. مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا، اللي ما مشترك يشترك في القناة، واللي مشترك يبارطاجي يساعدنا ويعاوننا باش نتشجعوا ونقدموا لكم الجديد ان شاء الله. تابعوا الفيديو معنا باش تشوفوا الاجواء والتاريخ والاثار ديال هذه القصبة هذه اللي معروفة بقصبة سيدي بوزيد. هل الواد هذا كان سميته واد ابو عبد السيد؟ فيه ولاد رحو مشيحن ولاد البالي، وفيه فيه ابن ابو عبد الله، وفيه ولاد فاسير، فيه الدور هذا كرداد، ها هو في الرفاص لهيه كاين كرداد، كاين اونفاس ليه ولاد الشقراني، كاين اثويرين ويرينيين، ها هما حتى هما فاس، كاين الجامع تما الصومعة، هادو هما ولاد ويرين، وكاين الفوق الزعارة، راهم كاع مجموعين كاع في هذا الواد هذا اللي سميتو واد بو عبد السيد. كاينة فيها القصبة هذه ديال سيدي بوزيد. نمشيو نشوفو الوالي ونشوفو واحد المسجد قديم اللي اختلفوا فيه الخبراء والعلماء الاركيولوجيين. كاين اللي قال لك ديال مولاي اسماعيل، كاين اللي قال لك لا راه كانت هذه القصبة هذه قديمة هنا قبل مولاي اسماعيل، والله اعلم. شو نشوفوا هذاك الوالي هذاك، عاودي كي تكون الربيع تجي هنا تعرف تبدل لك الجو، دوك الدواء يابسه. رقبوا الوالي الاول ان شاء الله، عاد عاد فوتوا المسجد. لحقاش هو الوالي لاصق مع المسجد بعد، واحد فوق واحد، لاصق مع واحد. الله يعطيك. من خلال البنايه غادي نديروا واحد الاستنتاج شكون اللي تبنى الاول، واش الوالي ولا المسجد. غادي نشوفوه واحد الفيديو ديالي حطيته في القناه، وكذلك في صفحه الفيسبوك. شو سبحان الله، زيتونه قداش زيتونه تبارك الله. هذا الوالي، هذا هو الوالي سيدي بوزيد. ولكن خربوه راه مخرب اصحاب الكنز ولا التخريب. المهم ندخلوا بسم الله. ها انتم الاخوان، ها ها فين كان القبر، هما كاع خربوه حفروا عليه. اش ها فين كان الحفير الوالي؟ ها فوق كي داير عاد كلشي. تعرف انا كنت نجيلو كان عاد زمان نقي ومبنيني، واه تعرف كي كان داير هاد اللوح هنا الباب، باش تدخل هنا خص تحل الباب ديال اللوح وتدخل، وهذاك الشيء نقي خربوها يا صاحبي. هذه القبة دخلوا كاع واقيلا نشوفوا شنو كاين لداخل. الله الله يا الله، خربوه وحفروا حتى من هنا، حفروا ها انتم كاع الارضيه تاع هذا الضريح هذا كاع حفروا. اخر مغاير تماما على هذا الصوري اللي كتشوفوه هذا، وراك عارف اليوم الصيف هذا شهر 8 بالصيف تكون الدواء ها هما حفروا عاود هنا. ها شوف هذه ما كانتش، هذا ما عندنا وراه حفروها هذه غير هذا العام، هذه جديده الحفره هذه. واه تخيل يا خويا والله راه عاود حفروها. لا اله الا الله صافي. انا نفوتو ندخل للمسجد، نفوتو بهذا الجهه، مازال يخربوا كاع هذا الجهه هذا الا ما كانش اللي يحضي ويراقب، هذا كاع يخربوه.
وزوج ديال الجرائم الا بصح كان الكنز، الكنز ماشي ديالهم، كتسال فيه الامه كامله، ولا ما كان لا كنز لا والو، هو التخريب هذا اثارهم وكذيه، خص المراقبه والمحاسبه. قلت لك قبيله بالنسبه لشوف شكون اللي مبني الاول، شفت هذا الحيط هذا، هو ديال المسجد هذا، راه فيه شي ميتو، شي ميتو زياده، شوف ها هذا حيط ديال المسجد، ولكن البنايه نتاع الوالي ها شوف بحال اللي مسقفه فوقو، ها شفت بحال اللي البني نتاع الضريح طالع فوق الحيط ديال المسجد، يعني المسجد تبنى قبل المسجد قديم. فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا، النتيجه هذه بان الضريح تبنى من بعد المسجد، المسجد اقدم من الضريح. شوف المسجد تبارك الله، ها شوف الضريح مبني فوق الحيط، الحيط هو سبق مادام هما بناو فوقه. هذا هو المسجد، هذا المسجد هذا يقول لك يعود في التاريخ ديالو للمولى اسماعيل، او لشي ولي من الولاة ديال المولى اسماعيل. اه عندك ترزر هم تما عمو في واحد الشتوى، اه وحفروا كل شي بابا هم خلاو حاجة. هذا هو مسجد سيدي بوزيد اللي يعود التاريخ ديالو المولى اسماعيل، ولا ماشي في العهد ديالو مباشرة لشي ولدو من بعده ولا شي حاجة. قبلة؟ لا واحد شوية، واحد شوية مزيرة لي من وصف، ماشي بزاف كاع. هذه المحراب هذا، وراه كاع صحاب بكري ما كانش عندهم شي بوصلة، وكانوا يجتهدوا من خلال الشروق والغروب مع هذا الجبل لهيه كيدرك عليهم الشروق، ربما تسرق شوية متأخرة كتجي لهم على اليمين زيروا اليمين شوية. هي مقبل ماشي شي، ماشي خطأ كبير ولا، إنما خصها واحد شوية، واحد عشرة درجات ولا 15 درجة. هذا هو المسجد الجبل اللي كيدرك فيه الشمس، مسجد سيدي بوزيد. المسجد هذا راه التاريخ ديالو اكثر من 400 سنه، هو من 400 فوق واكثر واكثر. شوف 4 ديال القرون واكثر، اكثر اكثر، نمشيو نشوفوا يعني اقل تقدير، اقل تقدير. الا درنا الوقيته ديال المولى اسماعيل الحد اللي كان فيه هو راه اكثر من 4 القرون، واكثر راه 700 1600 و... هو راه اكثر و 71 الله يعلم. يقدر يكون تبنى في العهد ديال المولى اسماعيل، يقدر يكون تبنى في العهد ديال شي واحد من ولادو اللي حكموا من بعده، فهمت؟ ممكن. فوالا كشي ليه، راه صحاب التاريخ هما يهضروا، حنا غير نجتهدوا وسمعنا، كنا سمعنا ديجا هضروا على هذا. الله شت الحيط، هذا هو الحيط كيتبنى غير بالتراب والحجر، معلمة تاريخية هذه. شوف سبحان الله هذاك المحراب، نمشيو نشوفوا ما تبقى بالصور ديال القصبة. القصبة واه، شوف القصبة المعدلة. واه. ما بقاش بها بزاف، غير شي اجزاء وصافي. بحال هذا راه كان شي سريج ولا ترى بلا عندي، راه كان شي سريج يجمعوا فيه الماء ولا شي حاجه، كانت مدينه هنا فهمت. هذه جايه مرتفعه، هذا المرتفع ولا هذا الجبال كان شكل مدينه صغيره. هذا السور اللي سقط، هذا سور كان دار على القصبه، راه سقط وبقى غير هذا الاطلال ديالو، هذا المرسومات هذا. راه الحيط ديالو تبارك الله، راه ماشي حجر هذا الشيء هذا. أه؟ هذا راه ماشي حجر، هذا راه بناية التراب كي فهمت كيفاش يضغطوه ويبنيو به الحيط. الحيط تبارك الله قداش ولا غادي؟ 120 اللي كان في العرض تقريبا. العرض ديالو فيه 120. ها انتم ها. الصور كان جعل الطرف ديال هذا الجبل هذا، ولكن كان عندهم واحد المنفذ، ها هو هو هذا. كانوا يهودوا به الواد يجيبوا من تما الماء، قلت لك هذا كان منفذ كيخرجوا من هنا من القصبه ويهبطوا حتى للوادي يسقيوا الماء ويجيوا راجعين بلا اي شي خطوره ديال الاعداء ولا لحقاش. كاين داير واحد السيستم تما في شكل كيتوصل باش تهود الواد، مدخل واحد، مدخل واحد والحراسه غادي نهودوا تما ان شاء الله. وكان كيتسمى هذه البلاصه كتسمى بسراق الماء، سراق الماء، وعند اهل هذه المنطقه كيقولوا سراق الماء. علاش زعما اسمها سراق؟ لحقاش كانوا تما يمشيو يجيبوا الماء ويجيو بحال كيسرقوا الماء ويطلعوا. هذا كان، هذا راه الحيط ديال القصبة، وحنا غادي نهودوا عند ذاك الكولور هذاك اللي كان يهود الواد اللي سميتو سراق الماء.
ها هو واضح هنايا، ها المامر، هذا هو المامر ها، وكان الحيط عالي منا ومنا، وكانوا يجيو فلوس ديال المامر الكولوار. ها واش تتبقى به هذوك راه طاح، هذا باقي، هذا الجهه نتاع اليسر، الجهه ديال اليسر ها هي، الجهه نتاع اليمين راها طاحت. هادشي اللي بقى مبلا هاد القصبة، ها باقي شي روتوشات بحال هكذا، كل مرة تبقى شي مرصوف شي جهة، خص الدور على الجبل كامل باش تشوف. اللي واقف وباين معلامة كبيرة هو هذا اللي بقى هنا واضح. وحتى هذا الممر حنا تمشيو فيه؟ راه مردوم، وانا مردوم راه كان في الوقت ديالو غادي يكون عليها الحيط عمر بالطراب، المرة العلاوة ديالو تبارك الله قداش منه. هاي ندخلوا شوف الحجره قداش هذا، ماشي حجر، هذا ماشي تراب، بحال طوبيه ديال التراب، ماشي كيخدموها في الارض ويردوها يحطوها تما، يخدموها فوق الحيط، فوق الحيط ديرك، اه يديروا البانويات ديال اللوح منا ومنا، ويعمروا التراب منفخ، ويبداو يضاميو ويدقوا فيه يضخوه، ويقلعوا هذاك اللوح هذاك، تبقى بحال شكل طوبيه كبيره فوق الحيط. هذا شحال توزن ولا؟ هذه من هنا كانت النزول، كانت شي دروج حافرين في الارض. انا كان دوكا هما حفروا ما خلوناش حتى من نفوتو صح، لكن كانت هنا، شوف هنا كانت هذه البلاصه دروك كانت غاديه، لا ارضيه كانت ارضيه تمشي حتى دوك الدروج، وكتوصل دوك الدروج تهود تهود وتدخل في ذاك الغار هذاك، تهود للواد تسقي، شفت الغار فين راه لتحت، تهود تسقي وتعاود تطلع، هذا دروج هذا هنا يتهود به، ولكن هاك شوف حفارين الكنز كلاو كلشي، كاع حفر هاد البلاصة هادي، وعندك الطير عندك، الله، ها شت، ندخل من هنايا، انت نقزت، ويجيو ها من هنايا، يهودو مع هاد الدروج، ويهودو من هنايا يمشيو لليل. لا نهود، لا انا ما بغيتش نقصت، انا صورت اه كراك ها هي ها ها البلاصه هذه كانت ارضيه هنا، حنا كنا شحال نتمشاو فيها صح، وتجي هاودو مع الدروج هكذا الكولوار هو هذاك، كانوا يجيو به يدخلونا لهذ البويته هذه، وهذ البويته كانت فيها الحراسه الفوق، كانت بحال نقطه مراقبه كيحظيو بها، وفي نفس الوقت دايرين فيها هذا الدهليز هذا باش يهودوا للواد. يلا نهودوا مع هذا الدهليز، نمشيو حتى للواد نوريك من كانوا يسقيو ويعاودوا يطلعوا. لا ما كانش هكا، راه حفروه كنا منا ردموا فيه، هو لا دروك عمروه بالطراب، هو تعمر ما كانش هكذا فيها الصعوبة، غير ما هذه واحد 3 سنين ولا كنا نهودو نورمال بلا ما هاد المشاكل. هذا هو المامر، كانوا هاد الدرجات هادو يهودو معاهم هكذا، راه باقيين درجات هادو. هذاك مامر من تما كانوا يهودوا بها مسيو سفيان هكذا، كانوا ناحتين في الصخر ناحتين هذا الكولوار هذا، اه يهودوا هنا الوادي، يلا نهودوا هنا، كانوا يهودوا هذا واد، هذا راه واد، كانوا من الناس كيو، راه كاين الماء موجود هنا، الحجر يحسب الاخر اللي كان هذا كان واد، يهودوا يسقيو من تما من هنايا هات، اوكي عاودوا يطلعوا، هذه هي هذا هو المنفذ يدخلوا فيه من هنا، وحتى هذا اثر اخر مازال باقي هنايا، شاهد على القصبة ديال سيدي بوزيد، الله اعلم اسمو كان هذا عاوتاني، واش شي سكنه ولا شي نقطه مراقبه عاود شي برج ولا الحيط، تبارك الله راك تشوف فيه ميتو 120 وزياده حتى 140، واش كان شي، يمكن كان برج هذا ديال المراقبه، لحقاش من هنا كانت الباب المدخل ديال القصبه كان بهذه الجهه، هذه كيجي منها بهذه الجنانات، غادي نوريكم المخزن فين كانوا كيخزنوا الحبوب وفين كانوا يخزنوا الماء. هذا هو المخزن ولا المطموره اللي كنقولوها حنا بسميه باللهجه ديال بنيزناس، كنقول المطموره، هذا مخزن فيه كانوا كيخزنوا الحبوب، شوف تبارك الله قداش، وحتى لحد الساعه راهم كيخزنوا فيه التبن، هذاك البال ديال التبن،
غندخل داخل نشوفوا كيفاش. بسم الله الله. كان عندها الفتحات من الفوق في السقف، هذه فتحة منها كانوا كيخويو الحبوب، ما كانتش كبيرة بزاف، هذه راها بحال لي هذه راهم تقبوها زادوا كبروها، ما هي راه كانت غير صغيرة. ها هي نوريكم قداش كان الحجم ديالها، هي بحال هاد التقبة الصغيرة فين راها كاينة الحجرة هذه. هذا هو المنفذ كانوا يخويو به الزرع بحال شي محقن، وكيخويو اللي كيساليو كيسدوها باش ما يدخلها لا ماء لا هواء لا والو، كيبقى الزرع يطول هنا بلا ما يضيع. غنوريكم واحد المنفذ اخر عاود تاني، واحد البوابة صغيرة. ها هي هذه عاد منا كانوا كيخويو الحبوب، كانوا ثلاثة ديال الفوهات ثلاثة ديال الثقبات اللي كانوا كيخويو بهم الحبوب باش يطيح في هذا المخزن هذا، اوكي يخزو هنا على دور سنة أو سنتين وربما أكثر. وملي كيبغيو يخرجوه كانت عنده الباب من هنا لتحت، هذه باب كيجيو لهم الجهة الأخرى ويخرجوا الليل لتحت، هو الأول كيبقى يخرج هذا الليل تحت هو الأول، عادي يبقى يهود اللي كاين الفوق. خرج نشوفوا الفوق كيفاش داير الشكل نتاعها من الفوق. نطلعوا نشوفوا الشكل تاعها من الفوق، هذا السقف ديالها الفوق. هذا هو الثقبة ملي كانوا كيخويو الحبوب، كاينة هذه وكاينة هذه اللي راها تحفرت بزاف بزاف، وكانت واحدة أخرى عاود تاني هنايا اللي راها تعمرت بالتراب مبقاتش تبان، وهذه كلها هي المطمورة أو لا المخزن اللي كانوا كيخزنوا فيه الصح. هذا أثر ديال الساقية، كانت الساقية هنايا، جي من هنا هذه ساقية، وهذه حتى هي مطمورة أخرى بصح هذه المطمورة كانت ديال الماء، هذه كانوا كيجمعوا فيها الماء. غادي نحاول نهول لتحت نصورها من الداخل باش تشوفوا الشكل تاعها نيش. هذه ساقية، غنمشيو نشوفو ديك هذه هي المطمورة الزوجة، ولكن هذه كانوا كيخزنوا فيها الماء ماشي الحبوب، لحقاش جات تحت الجرف وكاينة فوقها الساقية، وحتى الشكل ديالها لداخل مفينية محرشة على حساب الماء باش ما يغارش. أرجع ندخل وارا شوية باش ندخل. ها شفتوا الإخوان، هذه كانت عبارة عن ساريج كيخزنوا فيه الماء، بين الشكل تاعها ماشي بحال الاخرى كانت غير مطمورة غير ديال الحبوب. هذه كانت مطمورة ديال الماء. ها انتم الاخوان راني هوت في العمق ديالها، هذه هي السقف اللي ضاع وانتقب او طاح، داك السقف ديالو كاع طاح هنايا، وانا راني الان لداخل العمق ديال هذا الساريج هذا او لا المتمورة او لا مخزن كما بغيتو تسميوها، المهم كانوا كيحجروا فيها الماء باش يشربوا باش يفلحوا. يلا نطلعوا نخرجوا من هنا. الاطنان ديال التراب والصخور اللي طاح بواحد الجزء جد صغير، ها ما وصلش ميتونس على ميتونس، والعلاوه شوف عاد شي ميتونس ديال السقف، كانوا كيمت الناس. بسم الله نخرجوا. هذا هو الجدار ديال هذه المطموره هذه اللي كانوا يحجروا فيها الماء، وكيما قلت لكم جات على الجرف، هنا كانوا يخرجوا الماء باش يمشيو يسقيو الجنانات ولا يشربوا به. هذه الجهه الغربيه نتاع القصبه، هذا الجبل هذا قلت لكم عنده شكل بحال واحد الرأس
عنده الجرف ضائر به على ثلاثة ديال الجهات وأكثر، بقى غير واحد الجزء صغير في الجهة الغربية الجنوبية ما كانوا بانين واحد السور دايرين فيه الباب الدخول، هذا راه كان سور وفوقاش ما كيكو يشوفوا شي منفذ ولا اللي يقدروا يطلعوا لهم من تما الأعداء، كانوا كيبنيو الحيط تما بحال هذا، راه تا هذا مرسو باقي عاود به بالقصبة. ها انتما هذا راه حيط هذا ديال القصبة، جزء باقي كأطلال ودليل على وجود القصبة اللي كانت هنا ديال سيدي بوزيد. هذاك السور هو هذه مازال بناية باقية عند الحد ديالها، هذا مرسو اخر مازال باقي هنايا كيشهد على القصبة. هذا السطح ديال القصبة كاملة بحال شكل سهل صغير فوق الجبل، كانوا استغلوه ساكنين فيه ودير فيه شوية ديال الفلاحة وشوية ويخزنوا فيها الأشياء نتاعهم النفيسة، وكانت فيه الحراسة التابعة للحكومة نتاع آنذاك تاع ديك الدولة في ذاك الوقت. أما هاد المدرسة هذه راه بناتها غير فرنسا وقت الاستعمار، كانوا يقراو فيها ولاد بني زناس. كان قسم واحد ومطعم وسكنة ديال المعلم، الشيء اللي كان فيها. هذا كان قسم من اللي هي كانت سكنة ديال الأستاذ، ما كانتش راها هذه تقبوها، كانت هنا بلاكار وهنا تقبوها رسوها، ما هو كانت عنده الباب ديالو بوحدو، هاي الباب ديالو كانت يدخل من هنا. هذه سكنة ديال المعلم أو للأستاذ اللي كان يقري في ذاك الوقت، هذه هي الدخلة الباب ديالو، هذه الباب السكنة ديال، وهذه القسم المدرسة، وكاين واحد الملحقة أخرى صغيرة اللي هي مطعم كنسموها لا كونتين، هذه كانت مطعم كياكلوا بها التلاميذ اللي كيسكنوا بعاد. هنا كانت غير شكل مطبخ صغير يقدموا الوجبات التلاميذ، هذا هو مطعم صغير ديال المدرسة، هو مطعم السكنة والقسم مجمع واحد تسمى مدرسة سيدي بوزيد. الإخوان هكذا يكون هنا الفيديو نتاعنا، شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب والأهل ديالكم باش تشجعونا ونداوموا على هذه القناة هذه ونجيب لكم الجديد مرة إن شاء الله.